طيب كلام مهم جدا سواء من كابتن محمد يوسف او كابتن طارق سليمان. بالتحديد في كلمه قالها كابتن محمد يوسف في تصريحاته ان دايما النادي الاهلي بيلعب بلمسه ولعبه، بيلعب كره على الارض يعني. في الحقيقه الاهلي كان مفتقد الجزئيه دي نسبيا على مدار الفتره الماضيه، الكرات كانت طويله على طول من ورا لقدام على طول، وده مش اسلوب في الحقيقه النادي الاهلي. نتمنى ان شاء الله القادم يكون افضل بالتحديد في الاداء الخاص باللاعبين داخل الملعب. النتائج طبعا اهم بكل تاكيد يعني، لكن ايضا الاداء بيهم الجماهير الاهلاويه بشكل كبير، وان شاء الله متفائلين خير باذن الله لما هو قادم للفريق الاول لكره القدم من النادي الاهلي. نكمل اخبارنا، نروح لليوم السابع. جاكسون موليكا يبتعد عن الاهلي ولجنه التخطيط تبحث عن البديل. الاهلي ممكن يكون بيدور على مهاجم، ممكن ان هو يكون بيدور على مهاجم تمام. في نفس الوقت كلام على بعض الاسماء، وفي بعض الاسماء اللي ممكن تكون مرشحه يعني على طاوله النادي الاهلي والمسؤولين عن هذا الملف. الايام هي اللي هترد علينا بخصوص استقدام النادي الاهلي لمهاجم جديد او لا، هنشوف الامور هتمشي لحد فين. نروح للوطن سبورت. الوطن سبورت بتقول ان وليد ازارو يطير الى المغرب، هو في الحقيقه سافر المغرب عشان اجازه بعد ما اتفق مع كابتن سعد عبد الحفيظ مدير الكره بالنادي الاهلي. ماشي، دي كانت اهم اخبار النادي الاهلي في المواقع. في لسه اخبار محليه وعالميه وكمان اخبار محترفينا في